توفيت الفنانة العراقية فائزة جاسم اليوم الثلاثاء بمرض السرطان. ونعت نقابة الفنانين العراقيين في بيان نشرته نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنانة القديرة فائزة جاسم والتي وافتها المنية إثر إصابتها بمرض عضال، سائلين المولى عز وجل الرحمة والغفران والخلود لروحها الطاهرة والصبر والسلوان لزويها وأهلها وأصدقائها وزملائها. الفنانة العراقية القديرة فائزة جاسم هي ممثلة عراقية قدمت العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية، منها القلب في مكان آخر ونساء في الذاكرة والدفتر الأزرق وذئاب الليل مع حسن حسني وفيلم زمن الحب مع المخرج كارلو هيرتون عام 1989 وفيلم فتى الصحراء لسلام الأعظمي، إضافة إلى بطولة مسرحية نساء في البرلمان المسلسل العراقي النبي أيوب مع المخرج أركان جهاد عام 1993 قبل أن تترك التمثيل بعد ذلك. وفي يناير الماضي أعلنت وزارة الثقافة إنها تتابع الحالة الصحية للممثلة العراقية فائزة جاسم والتنسيق مع وزارة الصحة لغرض توفير العلاج إلى الفنانة من الخارج لكون العلاج غير متوفر في العراق. وكانت الفنانة هدي الكامل قد ناشدت وزارة الصحة بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الفنانة العراقية القديرة فائزة جاسم التي تعاني من مرض السرطان وتأخر تلقيها جرعة العلاج الكيميائي، قائلة ليس سهلا علينا أن نفقد كل يوم فنان عراقي بسبب إهمال المؤسسات الصحية. انتهى الفيديو. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. شكرا على حسن المتابعة.